كابتن ضياء واعتقد اتفق معاه كل اللي في الاستوديو بما فيهم خالد لطيف لانه عضو مجلس اداره نادي الزمالك سابقا ودلوقتي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره يعني واحد من صناع القرار في اتحاد الكوره انه ما حدث يتعدى فكره انها غير مقصوده لانه لما تتعدى دلوقتي انا أوريكم حاجتين المهندس عدلي فكرنا بحاجه عايز تقول بتاعت لا يعني انا عايز كنت اجيب صورتين كرم جابر, جابر 2004. عشان 2004 دي مش كوره دي مصارعه الحل الوحيد اللي خلى الحكم ما يحسبهاش النبي لنا الفرق بينهم ايه ان دي مش كوره دي مصارعه فالراجل حكم كوره مش حكم مصارعه لا الاثنين ما اتحسبوش <applause> <applause> طب فكرنا شوارب بكرم جابر وهو بيتوج في اسينا اهو اهو خد المدرب بتاعه وهو بيحتفل بص ونزل بيه طيب في فرق شايفين فرق ومعاذ الحناوي واخده ونزل آه بيه لا بس استنى انا عاجبني ده بس قلب ازرق ده الحكم الخامس بص نزل بيه في اسينا طيب على فكره الفاول ده مركب <applause> ده هو عمل عليه فاول في اتنين في الثالثه آه. خدوا بقى لما اطمن خالص زي كرم جابر كده بس كرم جابر ما كانش معاه معاه كان بيحتفل بمدربه لكن ده آه آه الراجل الراجل الجميل ده اللي بيروح يقبض بعد الماتش اللي بيقبض بعد الماتش انه يروح عمل ايه عشان يتنطط بالعرض والشمال يمين وشمال ملوش دعوه بالماتش هات لي اللقطه بس عشان الناس تشهد ده مقصود ولا مش مقصود لانه اهو فين بقى خلاص كرم جابر خلاص خلاص اخينا اللي بيتنطط ده انا بس ابو خاطر ده الحاكم الحكم الخامس لا لا والله آه. مهتم بقى. بصوا بس بفكرة. بين بين اللعبه كام بقى بصوا يا بقى. جماعه شايفين شايفين المسافه قولوا لي بقى ده لو ضميره ميت ما يحسبهاش ازاي لو ضميره ميت يعني لو حد استاصل ضميره ازاي اهو بصوا ايه بقى عشان تعرف انت كده جيت بالبدله بالكرافطه السوداء وإنت... وانت جاي بيها انت برمض شويه لكن بصوا يا جماعه بصوا يعني ارجوكم ده لو مش متعمد يبقى ايه ده فيها طرد ده لو هذا الحكم استحدثوا حكايه الحكم الرابع والخامس يقف ورا عشان الحاله دي طب أنا طب دي الحاجة. تحت عينك اذا كان في عين لانه الحقيقه انا اشك شك يعني ده يا مفيش ضمير هو اللي إيه؟ فيش بقى, اللي بقى الدفاع الدفاع, الدفاع ايه يقول خطا تحكيمي مش في يومهم يطلع كابتن عصام الفتاح يقول لك ايه يعني الاهلي يعني ممكن يستفيد من الأخطاء دي لكن مش في يومهم طب ايه بقى دي كاميرا بتاعه المركز الاعلامي للنادي الاهلي كانت عشان ورا عشان ما اقول لك كانت ورا ومصوره برضو طبعا في خلاص مش أحضر. محتاج أن نعيد كتير خلاص يعني ما كانش يومك يا تحكيم بالمعنى الاسقاطي والمعنى الحقيقي ما كانش يومك يا تحكيم من اول السنه لحد دلوقتي اولا بصوا يا جماعه لا لا هات هات تاني يا شارب لانه اللي حاولوا امبارح يوجدوا المبرر لابراهيم نور الدين قالوا انه كان بعيد شايفين ابراهيم نور الدين فين لا بعيد هو في حد في شايفين ابراهيم نور الدين الحاكم والسفاره في بقه عمودي على اللعبه يعني يا جماعه الحدث نعم ده الحدث الحدث زمايله بيقولوا انه كان بعيد يعني ايوه ماشي ما هو اللي حاولوا يلتمسوا له العذر في الكاميرا بتاعه المباراه قالوا ان هو كان بعيد وقطع مشوار طولي. لا هما كانوا عايزين بصوا يبقى ده الحكم يتحكم واحد في الطول اهي اهي ادي الحكمين اه اللي ورا الحادث اتحرك اتحرك, لا اتحرك لا ده الحكم الخامس اتحرك وابراهيم نور الدين هناك اتحرك كمان طب كمان اتحرك وقت ارتكاب الحدث ولعبه المصارعه الاثنين الاثنين مواجهين الاثنين بسلامتهم بيتفرجوا على بعض الاثنين ضمايرهم عريانه قوي قدام بعض الاثنين كل واحد فيهم شايف ضميره وهو عريان استنى بقى انا هقول لك انا بقى ابراهيم نور الدين مشكلته فين؟ ده مصيبه سودة مش مشكله احنا يعني يا ممكن... جماعه ده كلام والله بس انت عامل له ف... مع... مع... عامل له شويه حاجات هنتكلم طيب هنأجل تعليقي في هذا الموضوع على موضوع ابراهيم نور الدين وتفسيري للامر